الاهلي خد كل الخطوات الشرعيه علشان يحفظ حقه في ملعب نهائي الابطال، بس لو على الابطال فاحنا مش قلقانين، البطل واحد ومعروف. خطوات الاهلي علشان يحفظ حقه ويسجل اعتراضه بخصوص ملعب النهائي حقه لازم يعمله، بس اللي لازم يعرفه الجهاز الفني واللاعبين واكيد عارفينه ان الاهلي يكسب في اي مكان، يكسب في اي ظروف، ده الاهلي يكسب علشان اسمه، اسمه الاهلي، تاريخه وحضره يشفعوا له واللي يلعبه يقلق هو وفي اي مكان. غضب الاهلي المشروع لازم يتحول لغضب فني في ارض الملعب علشان يرجع بالبطوله، ومش مشكلتنا إن غيرنا هو اللي صحنا.